تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين فكيف بك أخي المسلم إذا مت بالخسران وزلت رجلك عن الصراط ووقعت فيما كنت تخاف منه فلم تشعر إلا والكلاليب قد دخل في جلدك ولحمك فجذبت به وسمعت لنداء النار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أحزان لا تنقضي وهموم لا تنتهي فلا تلوموني